المصلح حبيبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. وما زلنا مع مسند الإمام أحمد رحمه الله، وما زلنا مع مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال حدثني قاص أهل فلسطين قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورحم الله الجميع يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزة. وقال أبو سعيد رحمه الله مولى بني هاشم إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذا الإسناد إسناد حسن غير إسناد ضعيف لجهاد قاص أهل فلسطين وعمر بن أبي سلمة وعبد الرحمن بن عوف ليس بالقوي، لا يكتب حديثه ولا يحتج به. أخرج عبد بن حميد والبزار وأبو يعلى والقضاعي في مسند شهاب من طريق أبي عوان، أخرج البزار بن عدي والقضاعي أيضا من طريق عمرو بن مجمع عن يونس بن خباب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبيه به وعمر بن مجمع أو يونس بن خباب ضعيفان. أخرجوا أيضا خرائطي في مكارم الأخلاق وطولان في الصغير والقضاعي وله شواهد، فلذلك قلنا الحديث حسن لغيره. وفي رواية قال ثلاثة أقسم عليهن، قال ثلاثة والذي نفسي ونفس محمد بيده. لما ترى أنه يقسم من غير أحد من غير أن يستخسم أعلم من المسألة إيش عظيم، يتكلم في عظيم. وش بقى الأول عظيم هنا؟ وجدناه أنه قال إن كنت لحالفا عليهن، هو أحلف عليهن لا ينقص مال من صدقة، وهذا عظيم. كل إنسان أصلا لا يريد بيمسك المال يقول للدرهم نم عليك ليل طويل، ليش ما في ما تطلعش ما لا يخرج، يخشى منه النقصان. والحقيقة أن الزيادة منوطة بإيش؟ بالإخراج. الزيادة منوطة بالإخراج. قالت ذهبت الشاة وبقيت الذراع، أبقيت لك الذراع أنك تحبها. فقال لا يا عائشة بل قولي ذهبت الذراع وبقيت الشاة. لما تصدق بقيت الشاة عند الله جل في علاه، والخلف واجب، الله جل أوجب على نفسه ذلك لأنه وكل ملكين يقولان تفضلا منه وتكرما، اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا. فأقسم لابد من الخلف، ما نقص منه من صدقة وهذا الحق، ما نقص حسيا ومعنويا. أنت تحسبه نقص حسيا لأن في اليوم نفسه وفي بعده ترى ما يأتيك إلى أن يعلو المتستف كما يقولون طبقات. ها ما أحسنت وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه. لا أيضا وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك إيه؟ يريدون وجه الله فأولئك المضعفون. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله سبحانه وجل في علاه. ولا يعفو عبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. وقال أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش قلالة، الخزائن عند الله جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ونزله بقدر معلوم. يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة. أصلا أنت تسأل من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، تسأل هذا، تسأل الذي يملك كل شيء سبحانه وجل في علاه. ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفع الله بها عزة. شوف العفو أصلا لا يكون إلا عند المقدرة. أما قبيلة لا يقدرون، ما هو عارف أنهم ضعفاء، فإذا كان عنده قوة وهو يستطيع أن ينفذ ما يريد وكتم غيظه وصار على مرد الرحمن المجيد، لا فهذا هذا هو العبد الحق. لا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفع الله بها عزة. وفيها عز المسلم بربه جل في علاه، من طلب العزة لا يجد إلا عند الله. ماذا قال في المنافقين؟ أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميع. فهنا من ابتغى العزة عند الله خارت قواه، زل ولا بد، زل ولا بد. لما قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين ما أتينا بك إذا كنت مثل هذا تخلع عليك وتتأبطه وتمشي حافي بين الناس والقساوسة والرهبان يرونك، أنت تجر البعير ومولاك على البعير وتأتي حافيا. فقال إهن يا أبا عبيد لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غير إيش اللهم أعزنا بدينك يا رب. قال فمن عفا وأصلح فأجره
فمن عفى عن مظلمة وهو قادر أن ينفذها لله فهذا الذي يزيده الله العز عزا. وقال أبو سعيد مولى بني هاشم إلا زاد الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح باب عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أعوذ بالله من غضب الله. شوف إلا زاد الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. طبعا هنا لابد أن تفهم هذا عام يرد بالخصوص، هذا عام كيف بركة فضفوه. إذا سأل أي مستكثرا، إذا سأل مستكثرا من الناس يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة له. نسأل الله ألا نسأل إلا هو، ولأن العبد إذا افتقر لغير الله جل وعلا زل وأهينت كرامته وذهبت مروءته وشهمته. شو الذي بعده؟ ثم قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي قال عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورحم الله الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم. هذا حديث مر علينا كثيرا، حديث إسناده هنا قوي عشرة مسلم، والحديث جاء في أكثر من طريق، أو يعني احتج مسلم ب ب ب ب بعبد العزيز بن محمد الداروردي، وإلا ما احتج به البخاري وباقي رجال ثقات. قال الدارقطني في العلل راه عبد العزيز الداروردي عن عبد الرحمن بن حميد واختلف عنه، فراه مروان محمد الطاري الطاطري عن الداروردي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد وخلفه وجماعة منهم سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حماني وضرار بن سورة وإسحاق بن أبي إسرائيل، فراوه عن الداروردي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبي عن جده عن عبد الرحمن بن عوف، واجتماعهم على خلاف مروان بن محمد يدل على أن قولهم أصح من قوله. وأخرجوا الترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والبغوي من طريق قتيبة، وأخرجوا الترمذي وابن أبي عاصم. وهذا الحديث حديث عظيم فيه دلالة على 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 الشهادة بالجنة للأعيان. ونقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يجزمون بجنة ولا بنار لأحد إلا ما دل الدليل. أبو لهب فين؟ في النار. وقت ما اعتوهون يقولون لا تقرأ هذه السورة، أنت تحزن النبي صلى الله عليه وسلم. حزن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا قال عن ابن عمي هذا ما أدري ما اسمه ابن أبي لهب، قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. أبو لهب علم أنه ما أذكر ما اسمه، أبو لهب علم أن ابنه مقتول، خرجوا في تجارة للشام فوصى 15 رجل مأجرهم يكونوا معاه يحفظوا، فلما نزلوا أرادوا أن يعرسوا بالليل يعني، فبنوا الخيام وجلسوا، فجاءهم رجل فقال ما الذي أجلسكم هنا؟ قالوا ما قال هذه الوديان وديان مسبعة يعني تجول فيها إيش سباع، فتذكر الولد هذا الخبيث دعوة النبي فغش على نفسه، فأحاطوا به وأناموه في الوسط في الوسط حماية له. يقول رجل من الذين يرون الأمر ما المغيرة أو غيره قال فدخل أسد علينا، فدخل علينا أسد ينظر إلينا ونحن من الرعب لا أحد فينا يخرج صوته. شباب أرعبهم الله جل في رعبا، قالوا ونحن من الرعب ما فينا أحد يخرج صوته، فوجدناه يشتم كل واحد فينا ويتركه يشتم حتى أتى إليه فأخذه فأخرجه فقلع رأسه. سبحان رب العظيم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة من المعجزات. فنحن نجزم لأهل النار الذين جاء القرآن والقرآن وجاءت السنة بأنهم في النار، أبو طالب في النار أو عبد المطلب في النار، عبد الله في النار، آمنة في النار، أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، نعم، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب في النار، وجد النبي في النار، وأبو طالب أيضا في النار. نجزم بما جزم به الأثر، و أيضا في الجنة نجزم بالعشرة، وهو الحديث أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في الجنة، عثمان في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن سعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. ونجزم بده، ونجزم أنا بلال في الجنة، إني سمعت خفا عليك في الجنة. بنت أم ملحان قالت دعوا الله لكم، قال أنت من الأولين، وكاشف بن حصن قال اجعلني منهم، قال أنت منهم. فنجزم بمن قال بأنه في الجنة يكونوا في الجنة. في
قال الله عز وجل السابقون الأولون لما جنوا أنصار الذين تبعوهم برسالة رضي الله عنهم ورضوا عنه في آخر الآية ربنا أعد لهم جنات. مش فيه يعني انا يعني ما كده هفهم من المهاجرين ولا تفهم ما تفهمش فاهمك اللي ما تفهمش لو انت ما بتفهمش فاهمك اللي انت مش فاهم. هي اصاله معناها ان كل مؤمن يدخل الجنه. مين بقى المساله على الوصف مش على العين. احنا بنتكلم بقى على العين يا حبيبي. فهمت كده بابا رضي الله عنك. كما نقول كل ظالمين في النار. هل تستطيع بقى تجزم ان واحد فيهم في النار؟ شارون لو مات ما انساش تقول شارون في النار الان. تقول ان مات على ما كان يعتقد فهو في النار. فالظالمون في النار كوصف. أما كعين العين أنت لا تدري. العين لها خفايا. الخفايا دي عند الله. الشيخ أحد العلمانيين قال أكثر شخصية ظلمة في التاريخ أبو لهب. نريد أن نبحث عن هذا الرجل. في الخرائط كانت فيه. ما احنا مبتلين بالعلمين والعبطيين. فده من أعبط العبط. يعني هذا في أعبط منه كان في الأولين. بش المريسي. كان يقول المظلوم في الدنيا دي كلها هو الشيطان. لا وكان محامي. اي نعم. وقال المحامي بتاعه وقال لما قال الله والله جفعه ما منعك ان تسجد ما خلقته. لا قال لو انا مكانه اقول له ايش انت لازم اعتني. استغفر الله انت لازم اعتني. اشوف في اعته من ذلك. واحد بقول له على ابويا اللي مسخر في النار وكده بيقول انت هتدخل البيت النار. هتدخل ايه؟ هتدخل البيت النار. يا شيخ ما شتمون. واحد قال لهم الله ماسك محمد حسن. يا عم موتوه رودوه والله العظيم قال ذلك. الله انا اعمل ايه بس ما. فالناس قالوا له طب سيبك بقى يموت وابن كذا وابن مش كذا. كلامه صح ولا باطل؟ رد علينا عليه علميا. قال لهم ده مش قضيتنا. مش دي مش قضيتنا. ها نعم هذا العبيط اللي هو بتاع التخميس ابو تخميس مش قضية. قال مش قضية يا ابن علميا انت مرد علينا علميا. قال مش قضيتنا مش بتاعتنا القضية دي مش قضيتنا. هذا دين علم. النبي قال ابي ابوك في النار. انتم ايه اللي بتعملوه ده؟ تنطع على الفاضي تنطع. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. طب ماذا قال الله تعالى؟ ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا. انتهى الموضوع. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بقى زار قبره بكى بكاء بلص. ليه بكى؟ فهما في النار. ولذلك الواد الشيعي الرافضي اللي دخل عليها قال لي وأنا أقول فاطمة طب أنت تقول عائشة طب البيت. فقلت له طب أم النبي هو عايز يسجل لي دي. فهو مسجل لي بقى أهو ما حدش عمل أهو بيجي أهو. فأنا قلت له لا أنا هزيدك بقى من شعر بيت عشان تسجل أكتر. لأن شفت واحد معايا قلت له اللي جنبك بيعمل إيه بيسأل. فقلت له خد بقى هزيدك من شعر بيت. أبو النبي في النار أم النبي في النار عم النبي في النار جد. قال لي خلاص 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 جد النبي في النار. جت القناة التي المغرضة هذه خدتها وقالت بدون تعليق شوفوا الكلمة التي قيلت في أبواب النبي. وعدوا يزعوها على طول للناس. طب ما بتزعوا ايه ده كلام نبي. من انا قلت لكم في الامارات لما الرجل جاب جنونه دخل لي انت تقول ابو النبي في النار. قلت له لا انا مش لا استنى. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك. فشد طبعا شد عليا. قلت له اسمع عشان انا ماليش روح لان انت مش هتحتملني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي وابوك في النار. قال لي فين ده؟ قلت له صح مسلم. قال لي انت مش مصري؟ قلت له قال النسخة المصرية فيها احد الموضوع. النسخة المصرية فيها احد الموضوع وده منها. انظر بقى بيهربوا كيف. مسألة مش ممكن مش ممكن. يعني الله الله يعين يعني اهل العلم في هؤلاء البوله السفهاء. هات اللي بعده الحديث اللي بعده بس عشان نخلص وبعدين كده. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن سرعة. ثم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن اسحاق قال يعني عبد الرحمن عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورحمه الله جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين فما احب ان لي حمر النعم وان امكثه. حديث اسناد صحيح اخرجه ابن عدي تلقى احمد بهذا الاسناد واخرجه البخاري في هذا المفرد وابن ابي عاصم وابو يعلى والشاشي وابن حبان والبيهقي والحاكم ومن طريق ابن علي. هذا حديث صحيح. وهو قال ما أحب أن لي حمر نعم. كان الهاشميون والمطلبيون أعتقد الجانب هذا كانوا عملوا حلف المطيبين. حلف المطيبين أنهم إيش؟ رد إعانة المظلوم ورد الظالم ونصرة الحق. فذلك قال يعني أنا أكون في هذا الحلف أفضل لي من لأنا أذكره فأشوف. قال وعملت حلف المطيبين فما أحب لي من حمر النعم وإني أنكثه يعني اقوم به واقف به في. وبعد كده عملوا حلف الايه
الخطاب اللي هو اللي كان فيه عمر الخطاب الحلف الثاني. المهم ان حلف المطيبين هذا كما قلنا كان من اهم اهدافه هو ايه؟ هو نصرة المظلوم ورد الظالم ورد الظالم. الفؤاد المصنبطة، العدل نعمة والظلم نقبة، الله احفظنا من كل ظلم. عقيدة أهل السنة والجماعة لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا ما جاء النص به. صاحب الصدقة فالخلف له مجزوم به. قولي تعالى ليس لك من أمر شيء، هل يدل على عدم جواز الدعاء للكافر في حال حياته بالنار؟ لا، لكن يدل على عدم لعن المعين. يعني لو دعيت مثلا اللهم اغفر لنا، اللهم اهلك الظالمين، يجوز. لو دعيت على معين اللهم اغفر لنا مثلا، يعني لا تدعو على معين إلا إذا كان ظالما لك، فاهم؟ لكن بظلم التوحيد لا يدعو على معين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان وفلان، ستة، الستة اللي لعنهم أسلموا، الستة أسلموا. إذا قال الله تعالى ليس لك من أمر شيء أو أتوب عليهم أعذبهم فإنهم ظالمون، هم ظالمون الآن نعم، لكن شوف بقى القدر. أسلموا منهم سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو قام خطيما في الأمة مثل أبي بكر. الناس تكلموا ومنهم من افتتن وراح يعبد الأصنام اللات والعزة، قام سهيل خطى فيهم خطبة رائعة وقال أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وثبت الله أهل مكة بسهيل بن عمرو كما ثبت أهل المدينة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. خلاص في أسئلة؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. معنا إن شاء الله ده الدرس القادم بعد المغرب بإذن الله، بعد المغرب أو على العشاء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.